شوفوا إيش الشاهد. بس مهما كان أبنائي أحبتي أخواني مهما بلغ عقوق الوالدين ربنا يعجل في العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وأديكم مثال أقوى، دعاء الوالدين أتحدى، أنا كل كلامي بالتحدي، أتحدى في دعاء الوالدين تلاقي له علاج في الدنيا. إيش دليلك يا شيخ؟ إيش دليلك إنه دعاء الوالدين ما له علاج في الدنيا؟ الدليل يخرج معايا واحد الآن وأوريكم أنا الدليل. أخي حي السلامة عمره 50 سنة متمثل في الشارع، خسرت عليه ملف وقدي كده، جلست في شهار في الطائف 9 سنوات، وديته في دولة آسيا جلس 10 سنين تعالج فيه. بسببه؟ بسبب أمي دعت عليه، أمي دعت عليه من شقاوته، وأمي ما تتقهر عليه. لما عرفت السبب ما تتقهر عليه، أنا دفنتها بيدي في مقبرة الرئيس، ما تتقهر عليه لما عرفت إنه هي السبب في الدعاء. أخوي مجنون الآن، حالة نفسية ما في يعني ما في طب إلا ما خليته، ملفه قد كده ماشي في الشارع ومعروف في المنطقة هذه ما حد يعدي إلا يأذي. أخذوا عليه دعاء الوالدين ما له علاج، ما له علاج.